حسن كان راجع واحد تاني، طريقته، لمحه، حتى صوته، مش ده اللي انا اتعودت ان انا اسمعه. ما كنتش عارفه هو لسه بيحبني ولا كارهني ولا بقى في واحده تانيه في حياته. كنت هتجنن. ليه؟ أنا مبقتش في عينك زي الأول. فاكر زمان؟ زمان كنت بتتمنى اللحظة زي دي يا حسن. بس بستناها وبتمناها يا خبيه. لا يا حسن، أنت في واحدة تانية في حياتك. مفيش حد في حياتي غيرك أبدا. بجد يا حسن؟ بجد؟ يعني أنا لسه في عينك زي الأول يا حسن؟ دي أنضف حاجة في حياتي. خليني أحافظ عليك حتى بنفسي. خليني أحس إني لسه بني آدم. لغاية لما اتأكدت لحظتها ما كنتش عاوزة أكتر من إني أخده في حضني وأحسسه بالدفى. ما كنتش مصدقة إنه رافضني. ما كنتش عارفة يقول عليا إيه بعدها. كل اللي أنا كنت عارفاه إن في شيء انكسر بيني وبين حسن. قابلت خالد جمعة. في أخبار عن حسن؟ حسن بخير، متتضايقيش. طب الحمد لله، أمال في إيه؟ في حاجة كانت بيني وبين حسن، جا الوقت إنك تعرفيها. وأنا مستنية أعرف. قولي يا عزوز. ما تقولي يا عزوز، في إيه؟ أنا عليا طار. طار؟ طار يعني ايه؟ طار يعني ايه عزوز؟ فهمني. طار من بتاع السعيد؟ طار يعني تقتل حد وحد يقتلك؟ هو لسه في ناس بتفكر كده؟ يا عزوز فهمني، في ايه؟ عمي كان عنده مشكلة.
واتدخلت، زجيت واحد غصب عنه مات. مات؟ مات ازاي يعني؟ طبعا اهل القتيل بيدوروا عليك دلوقتي عشان يقتلوك من بدري، وانا حاسه ان في سر ما بينك وما بين حسن، وحسيت ان وراك مصيبه يا عزوز، بس عمري ما كان يخطر في بالي كده. ما كنتش قلت لي يا عزوز؟ وانا ما كنتش عايز اقول لك، كنت عايز اقول لك عشان خايف عليك. خايف عليا؟ انت اللي تخاف عليك يا عزوز. انت ما ينفعش، ما ينفعش نبدا حياتنا بالكذب. انت عملت الاوحش من الكذب يا عزوز، انت حطيتني قدام نفسي. انا كنت فاكره حاجه تانية خالص، انا قلت يعني ممكن تبقى متجوز عندك اولاد، بس تقتل؟ تقتل حد يا عزوز؟ وانت شايفاني قاتل؟ لا يا عزوز، انا عارفه الراجل اللي حبيته، وعارفه انك مش ممكن تقتل ولا حتى يهون عليك تاذي حد، بس انا برضو عرفت انت بتقولي سرك دلوقتي ليه. عشان هتسيبني يا عزوز؟ اسيبك كيف؟ اسيبك كيف يا نادي؟ بقى بعد ما لقيتك اسيبك؟ ده انت نور عيني يا نادي، ده انت نور عيني. انا هعود البلد وهقدم كفن. لا كفن ايه يا عزوز؟ كفن ايه؟ كفن ايه اللي انت عايز تقدمه؟ لو رحت الصعيد مش هترجع. بلاش يا عزوز، لو هتعمل كده علشان خاطر يا سيدي انا مستغنيه، انا بحبك زي ما انت، مبسوطه بالبلياتشو اللي كل ليله بيطلع يضحك الناس. وانا مش مبسوط، مش مبسوط اني بضحك الناس كل ليله وانا ما بضحكش. انا زهقت من الحاجات دي، زهقت من الوش اللي بلونه كل يوم عشان اطلع اضحك الناس. انا من حقي اعيش، من حقك انت كمان. انا لازم اروح يا ندى، لازم اروح عشان نعيش. يا حاج انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. مفيش اخبار عن حسن؟ مفيش يا ابني. حسن اللي كانت ضحكته مالي علينا البيت كلنا، وكانت مفرحانا كلنا. لما كان بيسافر مصر يروح كليته كان يقعد يكلم وردي في التليفون، وهي يا ضنايا تقعد تكلم حسن وتحكي له وترغي معاه بالسعادة. احكي لحسن حبيبك كل حاجة. ازاي كده يسيبنا وما نلاقيهوش في حياتنا مرة واحدة؟ عمرهم زعلوا من بعض ولا اتخاصموا مع بعض ابدا. صح يا اختي، مش انت يا ضنايا عمرك ما زعلتي حسن، وحسن كمان عمر ما زعلك يا ورد. طب يمكن حصل ما بينهم خلاف خلاه يزعل ويبعد شوية. يبعد عن مين؟ دي وردة، دي كانت روح. هعمل لك شعرك زي ما انت بتحبي تعملي. صح يا ورد؟ عشان انت عارفة يا ضنايا حسن بيحب شعرك كده. ربنا يرجعهولنا بالسلامة. طب ما وحشتش حسن يا ورد؟ ما فكرش حتى يرجع عشان يشوفك ويطمن عليك يا ضنايا؟ لا وحشتي ليه كده يا حسن؟ ليه تسيبنا كده يا ضنايا؟ طب ورد ما وحشتوش؟ لا أكيد
وحشتك. وحشتي؟ أنا عارفة، أنا عارفة يا ورد إن أنت وحشتي حسن. حسن وحشنا كلنا يا ضناي. بس هيرجع، هيرجع يا ورد، يشوفك وتشوفيه وتتكلموا مع بعض. صح يا ورد؟ ردي على امك يا ضناي، ردي عليا يا ورد، ريحي قلبي يا ضناي. يا رب